والله ما تبينا كل ستة شهر أو ما يحسن ولا يخاف في نال هكا نفرحوا الجمهور نتاعنا ساعة أول حاجة الجمهور نتاعنا اللي طب صراحة نشكره في المناسبة دي نشكر الجمهور نتاعنا احنا واجب علينا مش معنا فهمت واجب علينا نشكر معناتها الجمهور ونشكر الملاعبين والمسؤولين واجب عليهم الغدوة الحية سوسة اللي حسيته في ماتش ما زنبي ربي يعني لا نحس جمعيتي هذيك وما يسم زي تربيت فيها هذيك انا كنت بس تعرف تقول لهم الناس الكل نقول لهم في دمي احمر وصف ما نجمش نقول لك حاجه انا كي الجمهور يفرح انا نفرح هكا مش تتروات لي فرحة فرحة غالي ايش بيه نجمو ربي ان شاء الله معاكم نكملوا الشامبيونان نتاعنا الساعة وراهم معناتها نخموا على بلادنا قبل كل شيء كلمة الجماهير اللي حضرت اليوم جماهير هذيك معناتها جمهور في دمي كي الترج كان خير نقعد نخدم على خاطر نخدم في الترجي على خاطر الجمهور هذاك وين نمشي يصرفونا انا كي نمشي مشيت العمله كونتر العين ونشوف المسؤولين غاديك كيفاش يشكروا الجمهور نتاعنا روحت فرحان برشا قطر وقت اللي مشينا العمله بقطر ونشوف في الناس كيفاش التربيه والاخلاق نتاع جمهورنا ماذا بينا نكملوا هكاك واحسن جمهور هو القول هذه هو جمهور الترجي ما عنده جمهور تونس كامل اما جمهور الترجي صراحه اكسبسيونيل هو اللي رجع كيف فرحتك انت كبيره على انا ديما نفرح قلت لك كي الجمهور يفرح انا نفرح صراحه